قد يبتلى الإنسان بالعشق فتنقلب أحواله ولا يستطيع أن يتخلص من هذا العشق الذي استحكم في قلبه. يصبح ليل ونهار يفكر بهذا المعشوق أو هذه المعشوقة. فهنا يأتي بعض الأشخاص ويبدأ بالسخرية منه والاستهزاء به ويشعرونه أنه بلا عقل وأنه إنسان سخيف. يا أخي تصرف مع هذا المبتلى بإيجابية. أولاً احمد الله سبحانه وتعالى أن عافاك من الألم الذي يجده بقلبه، وقل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقل الحمد لله الذي عافانا، فإنه يجد من الألم ما لا تستطيع الجبال أن تتحملها. من ناحية ثانية كن إيجابيا معه، ادعو الله أن يصبر قلبه وأن يخفف عنه وأن يجمعه مع من يحب بالحلال. كن إيجابي.